السلام عليكم أصدقائي، كيف الحال؟ أتمنى تكونوا بخير يا رب. اليوم بدي أخبركم عن طريقة حلوة جدا راح تساعدكم على زيادة مشاهدات ريلز انستغرام أو زيادة التفاعل على فيديوهات ريلز انستغرام. الطريقة هذه مجانية 100%، مش راح تدفع أي اشتراك شهري. غير هيك يا صديقي، بالطريقة هذه مش راح نستخدم أي تطبيقات أو مواقع وهمية، بس كل اللي بنحتاجه هو تطبيق انستغرام نفسه. الموضوع بسيط جدا وسهل ومش معقد، بس بدي اياك تركز معي كتير منيح في هذا الفيديو عشان تفهم الطريقة بالتفصيل. ونصيحة مني، نصيحة مني، لا تفوت ولا دقيقة من هذا الفيديو، تابع الفيديو للنهاية لانه كل دقيقة في الفيديو هذا مهمة جدا، تمام؟ وطبعا قبل ما نبدأ الشرح بدي اياك تحط لايك وتشترك بالقناة حالا. حط لايك واشترك بالقناة، زي ما انا بفيدك فيدني، تمام؟ الله يرضى عليك، حط لايك حالا واشترك بالقناة، تمام. في الطريقة هذه زي ما خبرتكم مش راح نستخدم اي تطبيقات او مواقع وهمية، بس كل اللي بنحتاجه هو تطبيق انستغرام نفسه عشان نزود مشاهدات ريلز انستغرام، تمام؟ طبعا زي ما انتم شايفين هذا هو حسابي على انستغرام. حسابي فيه 2500 متابع بس، الحساب نوعا ما صغير، مش حساب كتير كبير يعني انه شي واو، لا حساب صغير ما في متابعين كتير. ولكن لو جيتوا على فيديوهات الريلز اللي انا بنزلها، شو راح تلاحظوا؟ راح تلاحظوا انه فيديوهاتي بتجيب مشاهدات نوعا ما جيدة. يعني هذه الفيديوهات نشرها مبارح واليوم 2000 مشاهدة، 17000 مشاهدة، 3000 مشاهدة، 5000 مشاهدة، تمام؟ وطبعا لسه الفيديوهات هذه بتعلى شوي شوي. في استراتيجية معينة انا ماشي عليها ومن خلالها برفع مشاهدات فيديوهاتي على ريلز انستغرام، تمام؟ لو دخلنا مثلا على الفيديو هذا، الفيديو هذا جايب 466 لايك وتقريبا 15000 مشاهدة، تمام؟ طيب النت سيء عندي، هو دايما النت سيء عندي يعني، فتحملونا الله يسعدكم. زي ما انتم شايفين الفيديو هذا جاب 17681 الف مشاهده، 17000 مشاهده و681 و466 لايك. طبعا الفيديو هذا نزل قبل 2 يوم، زي ما انتم شايفين هنا التعليقات قبل 2 يوم، تمام؟ يعني الفيديو هذا لسه جديد وجايب مشاهدات عاليه على حساب نوعا ما مش كبير كتير، تمام؟ طيب يا احمد، انا كيف بقدر اجيب زي هذه المشاهدات وكيف بدي اخلي فيديوهاتي تطلع وتدخل اكسبلور بشكل جدا عالي، تمام؟ الموضوع بسيط جدا وسهل واسهل من ما تتخيل. لو لاحظتوا انا دايما بستخدم في الاغاني اللي بنزلها اصوات الترند، تمام؟ انا دايما بستخدم في كل الاغاني اللي انا بنزلها اصوات ترند. شوفوا هذه الاغنية، شوفوا. بدي افهمك شيء يا صديقي، الاصوات الترند هي اللي راح تساعدك على زيادة مشاهدات فيديوهاتك على انستغرام وعلى تيك توك. لازم دايما تستغل اصوات الترند في محتواك، لانه هذه الاصوات بتكون، كيف اقول لك، بكون عليها طلب كتير، بكون في ناس كتير بيستخدموها. بمجرد انك انت تستخدمها في محتواك راح تطلع بشكل جدا عالي، محتواك راح يجيب مشاهدات عالية جدا. اذا المختصر من كلامي، لازم تستخدم الاصوات الترند في محتواك عشان تجيب مشاهدات عالية، الاصوات الرائجة، تمام؟ لو جينا نشوف الاصوات اللي انا بستخدمها مثلا، شوفوا مثلا الصوت هذا، زي ما انتم شايفين ايش كاتب لي جنب الصوت؟ كلمة الرائجة وفي علامة السهم، يعني هذا الصوت رائج وهو ترند حاليا. طبعا زي ما انتم شايفين الصوت هذا مستخدمه 1.4 مليون شخص، رقم جدا كبير، تمام؟ لو جينا نشوف فيديو تاني مثلا، الفيديو هذا زي ما انتم شايفين الصوت هذا كاتب لي جنبه كلمة رائج وعلامة السهم، يعني هذا الصوت بارتفاع، ترند بارتفاع. وطبعا هم بيقول لك انه هذا الصوت مستخدمه 223 ألف شخص، فرقم حرفيا جدا كبير. المختصر زي ما قلت لك، لازم تستخدم الأصوات الترند في محتواك عشان توصل، عشان فيديوهاتك تجيب مشاهدات وتفاعل عالي جدا. والأهم من كل هذا يا صديقي إنه تفاعل حقيقي،
فاهم علي؟ مش مزيف من مواقع وتطبيقات والكلام هذا كله، لا، انت بتجيب تفاعل حقيقي على حسابك، تمام؟ الفكرة من الموضوع هذا كله او من الفيديو هذا كله، لازم تستخدم الاصوات لترند في محتواك عشان تقدر توصل على انستغرام. طيب يا احمد، انا كيف بدي اعرف شو هي الاصوات لترند؟ تمام، يعني يا احمد على انستغرام انا كيف بدي اختار او اعرف شو هي الاصوات لترند؟ هل في طريقة؟ طبعا انا قبل هيك شرحت عن تطبيق بعرفك شو هي الاصوات لترند، ولكن انا اليوم هشرح لكم عن طريقة بتقدروا من خلالها تعرف الاصوات لترند من داخل تطبيق انستغرام. الموضوع بسيط جدا وسهل ومش معقد، بس ركز معي كتير منيح عشان تعرف الاصوات لترند. يا صديقي، بديك تعمل الاشياء التالية، تمام؟ اول شغلة بتعملها بتروح تنشر فيديو ريلز على حسابك، زائد بعدين على الريلز، تمام؟ بعدين بتروح تختار فيديو ريلز من معرض الصور، مثلا هختار الصورة هذه مثال، يعني هيك جيد جدا. هلقيت بعمل اضافة، ومن ثم بعمل التالي. زي ما انتو شايفين ضاف لمقطع الريلز بشكل طبيعي جدا. هلقيت بدنا نعمل حركة واحدة، وهي الحركة هذه مهمة جدا. شايفين كلمة او خيار اضافة موسيقى اللي هو هذا، شفتوه؟ بنضغط عليه. طيب زي ما انتم شايفين فتحنا الخيار هذا. هلقيت يا احمد انا كيف بدي اعرف شو هي الاصوات لترند عشان اقدر استخدمها في محتواي؟ شوف يا صديقي، الاصوات لترند بتكون مميزة. الاصوات لترند بيكون في جنبها علامة بتميزها عشان تعرف انه هذا الصوت ترند. ايش هي هذا العلامة؟ ركز معي كتير منيح. زي ما انتم شايفين هنا جنب اي صوت بتلاقي هنا علامة السهم. شايفين السهم هذا؟ هذا السهم يعني بقول لك انه هذا الصوت حاليا ترند، تمام؟ اذا طريقة معرفة الاصوات الترند على انستغرام من خلال السهم هذا. هذا السهم يا صديقي بقول لك انه هذا الصوت رائج حاليا، وهذا الصوت هو ترند حاليا. لو استخدمت الصوت هذا في محتواك راح تجيب مشاهدات عالية جدا، تمام؟ هذا هي الطريقة الوحيدة اللي بتقدر من خلالها تعرف شو هي الأصوات لترند على انستغرام. إذا طريقة معرفة الأصوات لترند على انستغرام من خلال السهم. أي أغنية جنبها سهم هي أغنية ترند على انستغرام. طب تعالوا نشوف أغنية فيش عليها سهم. زي ما انتوا شايفين الأصوات، هاي الصوت هذا مثلا ما فيش عنده سهم، فإذا هذا الصوت مش ترند ولا أي شيء، وهذا الصوت مش رائج على انستغرام، تمام؟ زي ما انتم شايفين هذا الصوت كمان مش ترند لانه ما في جنبه سهم، تمام؟ عندكم هذا الصوت، هذا ترند، هذا ترند، هذا ترند، تمام؟ هذا الصوت مش ترند وهذا مش ترند، تمام؟ الموضوع بسيط جدا وسهل ومش معقد. عشان تعرف الاغاني الترند على انستغرام ركز على وجود سهم جنب الاغنية. السهم يعني يا صديقي هذه الأغنية الترند على انستغرام، تمام؟ وطبعا في طريقة تانية بتقدر من خلالها تعرف شو هي الأصوات الترند على انستغرام، وهي من خلال تصفح خانة ريلز. شايفين ريلز، خانة ريلز هذه بتروح تتصفحها بشكل طبيعي جدا. وطبعا هنا أي صوت ركز على الأصوات اللي تحت اللي هي هذه. لو لقيت جنب الصوت علامة السهم اللي هو هذا السهم، يعني يا صديقي هذا الصوت ترند وحاليا في عليه طلب كبير والناس بيستخدموه بشكل جدا كبير. زي ما انتم شايفين هان كتب لك ايش؟ جايب لك علامة السهم، وجنب علامة السهم كتب لك كلمة رائج، يعني الصوت هذا ترند، تمام؟ هذه هي الطريقة الثانية من خلال تصفح مقاطع الريلز وتشوف الأصوات هل هي ترند أو لا. مثلا هاي الصوت هذا كتب لي جنبه كلمة الرائج، يعني رائج، وجايب لي علامة السهم. إذا هذا المقطع عليه طلب جدا عالي وفي عليه استخدام جدا كبير، تمام؟ هذه هي الطريقة يا صديقي، استخدمها في حسابك وصدقني راح تلاقي نتيجة جدا حلوة، راح تلاقي نتيجة وتغيير جدا كبير في حسابك. أتمنى أكون فدتكم، وأتمنى بجد يكون عجبكم الفيديو. فلا تنسى تحط لايك وتابعني إذا أنت جديد، وطبعا إذا كنت محتاج أي مساعدة اتواصل معي على حسابي على انستغرام، هذا هو حسابي، اتواصل معي وأنا عيوني إلك، واكتب لي أنا كذا كذا جيتك من يوتيوب.
وان شاء الله رح ارد عليك ورح اساعدك في اللي بقدر عليه. تمام، وبس والله، السلام عليكم.